حقيقة ليلة القدر. إن الله سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال، وهو الكمال المطلق ومطلق الكمال، وتجلى كماله وجماله الأتم في أشرف مخلوقاته ومصنوعاته، ذلك نبيه الأكرم ورسوله الأعظم محمد المصطفى حبيب الله المختار، وعترته الأئمة المعصومون الأطهار الأبرار عليهم السلام. فالله الجميل الحسن تجلى حسنه وجماله في رسوله وعترته. وقد روي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة، بل هي أعظم. فسيدة نساء العالمين بضعة النبي المختار، تجلى فيها حسن الله وجماله، فازدهرت السماوات والأرض بنور السيدة الزهراء البتول الذي اشتق من نور أبيها وبعلها، وهما من نور الله جل جلاله. ورد في الدعاء الشريف: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. فإن أئمة الحق من أهل بيت رسول الله هم حجج الله على البرايا والخلائق. وقد ورد في الحديث الشريف عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قال: نحن حجج الله على الخلائق، وأمنا فاطمة حجة الله علينا. وهذا يعني أن من لم يعرف الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام وأنكرها وغصب حقها، فهو ضال عن دين الله القويم، وكان من الكافرين الذين لهم خزي في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم. فكل واحد منا مكلف بمعرفة فضلها ومقامها وشأنها ومنزلتها بمقدار سعته الوجودية، وأما حقيقتها وذاتها وكنهها فلا يمكن لأحد أن يصل إليها، فهي ليلة القدر. فقد روي في تفسير نور الثقلين والبرهان وكتاب بحار الأنوار عن تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير سورة القدر قال: إن فاطمة هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها، وما تكاملت نبوة نبي حتى أقر بفضلها ومحبتها، وهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، الليلة فاطمة الزهراء والقدر الله، فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر، وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. وهذا يعني أنه كما يمكن للإنسان الذي بعمره الطبيعي أي ما يقارب 80 ونيفا أن يطوي مراحل الكمال ويسلك طريق الله وصراطه المستقيم ليصل إلى قمة الكمال والسعادة قاب قوسين أو أدنى، كذلك يمكنه في ليلة واحدة بنية خالصة ومعرفة كاملة أن يطوي هذا المسير النوراني فيصل إلى قمة كماله وسعادته والمقصود من خلقه. فما تكاملت الإمامة وما تكامل العلماء في علومهم والحكماء في حكمهم والأدباء في آدابهم والأتقياء في تقواهم، وكل كامل في كماله حتى أقر بفضلها وآمن بمحبتها، فهي الصديقة الكبرى، وعلى معرفتها دارت القرون الأولى والأخرى.
وحبها من الصفات العالية، عليه دارت الكرون الخالية، بأبي فاطم وقد فطمت، باسمها نار حشرها ولظاها، هي والله كوثر قد أعدت لبنيها وكل من والاها، هي عند الإله أعظم خلق، وبها دار في القرون رحاها.